السلام عليكم، اهلا بكم. الفيديو اللي هنعمله مع بعض دلوقتي هيفيد الناس اللي هي عندها بوتاجاز بس مفهوش مروحة. يعني معظم البوتاجازات اللي هي حديثة دلوقتي موجود فيها المروحة، وطبعا عارفين المروحة مهمة لانها بتوزع الحرارة على الحاجة اللي موجودة في الفرن، فبتخليها تحمر من فوق ومن تحت مع بعضها وبتدي نتيجة كويسة في الخبز. طيب البوتاجازات اصلا اللي هي مفيش فيها مروحة لكن فيها قطعة، الناس مش عارفة ان هي دي بديل المروحة. يعني زي ما انا مثلا عندي في البوتاجاز هنا مش موجود فيه مروحة، طيب لكن ايه اللي كان موجود بديل المروحة؟ وممكن الناس كتير مش عارفة ان ده بديل المروحة. فانا قلت لو هم يعني مثلا في قطعة زي دي كده، صاجة زي دي كده اهوت، شوف الحرف ده متني كده ازاي والحرف ده كده، يعني هي حتة معدن اهيت زي ما انت شايفة موجودة، بتبقى موجودة جاية مع البوتاجاز، موجودة في يعني في ضمن مع الشواية ومع الحاجات بتاعة البوتاجاز، ما بتبقاش عارفين دي لازمتها ايه او بتستخدم في ايه. هي دي الجزء ده بديل المروحة. هتقولي بديل المروحة ازاي؟ هي مش بديل المروحة وبس، هي ليها تلات فوائد، اللي هي الصاجة دي او حتة الحديدة اللي احنا بنرميها في درج البوتاجاز مش عارفين فايدتها ايه، وممكن نتخلص منها خالص ماحناش عارفين. هي ليها فايدة انها بتحمي المفاتيح دي كلها من الحرارة بتاعة الفرن، عشان حرارة الفرن لما بتطلع على المفاتيح بنلاقي المفاتيح بتتقل، يعني ساعات تلاقي المفتاح جامد وعايز بقى يزيت ومش عارف ايه، هو عشان احنا ما استعملناش القطعة ديت واحنا بنشغل الفرن. تاني حاجة الفايدة بتاعتها ان هي في هنا كاوتش اهي، شايفة اهي في الباب، في باب الفرن. الكاوتشة دي لما بنحط احنا الصاجة، لان الصاجة دي بنستعملها كده، واقول لك هتقفل الباب ازاي، بنستعملها كده وبنقفل الباب كده وهي موجودة، وهي موجودة يعني هي بتبقى موجودة بالشكل ده كده طالعة لبره البوتاجاز. هي بالمنظر ده بتحمي الحرارة اللي هي خارجة من الفرن مباشرة، انها ايه دايما تبقى مسخنة البوتاجاز من فوق، فحتى لو انت بتستعملي ما تحسيش ان المفاتيح سخنة وبتلسعلك ايدك. فدي اول فايدة. تاني فايدة ان الحرف اللي هو المتني ده، الحرف اللي متني ده هو بيبقى جوه، فبيبقى مداري على اللي هي الجزء الكاوتش ده، فبيحميه مباشرة من الشمس، يحميه من حرارة الفرن مباشرة، يعني خصوصا لو كنت مستعملة كمان الشواية، عشان الكاوتشة دي هي كاوتش حراري طبعا، بس عشان نطول عمرها ونخليها مرنة وطرية ما نعرضهاش لحرارة مباشرة كتير. يعني عشان نستعمل حاجتنا كويس، لما نستعمل الأجهزة بتاعتنا في البيت استعمال صح واستعمال جيد، بنلاقي نتيجة كويسة من الأجهزة بتاعتنا، سواء غسالة، ثلاجة، بوتاجاز، تلفزيون، أي جهاز في البيت، حتى لو كنا خلطنا اللي هو البسيط ده، برضه الاستعمال الجيد هو اللي بيطول عمر الحاجة وبتفضل جديدة وحلوة ومريحة في استعمالها وبيديكي نتيجة أحسن. كل ده ما قلناش السبب الرئيسي أو الأساسي في القطعة دي. القطعة دي هي بديل المروحة. طب هي ازاي بديل المروحة؟ انا بحطها كده زي ما قلت لك، هي جاية كده متنية من هنا ومعمولة كده، فانا بحطها هنا، شغلت الفرن بتاعتي وبقوم حطها كده واقفل الفرن دلوقتي شغال. إيه لو جيتي بقى من الجزء ده كده، شوفي من هنا الحتة دي، هتلاقي ان ايه في فرق بسيط قوي، يعني الباب ما دخلش لجوه قوي، في فرق بسيط يعني لا يكاد يكون 2 مللي 3 مللي من طبعا الباب كله كدوره، يعني انت حطيتي دي وقفلت الباب اهوت والفرن سخنه جدا. طب طب ليه كده؟ عشان الفرق ده البسيط جدا هو اللي هيخلي الهواء جوه البوتاجاز، يخلي الحراره جوه البوتاجاز ايه بتدور من فوق لتحت زي المروحه، كأن في مروحة جوه البوتاجاز، فالحاجة بتتحمر فوق وتحت.
لان علميا بقى ان الهواء اللي طبعا موجود بره في المطبخ هنا بيبقى اقل حراره من اللي موجود جوه الفرن، فالهواء البارد بيدخل من الفتحات البسيطه ديت اللي هي حوالين الباب بالراحه جدا، يعني بيدخل مش كميات كبيره، ده نسبه بسيطه قوي. النسبه البسيطه دي من الهواء اللي بتدخل في الفتحات اللي هي من باب الفرن اللي مش مقفول قوي ده، بتنزل جوه في ارضيه الفرن، ارضيه الفرن بتاع البوتاجاز، وتطلع بدلها الهواء السخن لفوق، وهكذا. يبقى البارد اللي بيدخل من الفتحات بتاعه الباب دي بيدخل في ارضيه البوتاجاز ويطلع السخن لفوق، ودي طبعا حاجه علميه وملناش دعوه بيها، ملناش يعني ما نشغلش بالنا بيها قوي. كل اللي نعرفه ان هي ودي وجودها هو بيعمل بديل المروحه، يعني بيخلي الهواء يدخل جوه الفرن. انت تقولي بقى ده الهواء يدخل هيبوظ الدنيا، لا طبعا، انت حاطه كيكه، حاطه اي حاجه، وعملت بعد ما سخنت الفرن بتاعتك وحطيت حاجتك، يعني سخنت الفرن وحطيت حاجتك وقمت حاطه الصاجه دي وقفلتي، اشتغلي عادي خالص. ده هتطلعي كيكه امتى؟ لما تشمي ريحتها وتفتحي عليها عادي زي ما بتعملي كل مره. كل اكلك وحاجتك برضه هتمسكي الصاجه، هتمسكيها بحاجه دافيه بفوطه المطبخ او جوانت المطبخ، وترجعي تطمني على حاجتك وتحطيها تاني لغايه ما تخلص. يعني الصاجه دي ليها 3 فوائد: بديل للمروحه، اللي البوتاجاز اللي ملهوش مروحه هي بيبقوا مدينك معاه الصاجه المعوجه اللي ليها حرف 102. فايدته ايه؟ ان هو بديل المروحه. تاني حاجه ان هو بيحمي المفاتيح هنا انها ما تسخنش قوي بقى لدرجه بقى تبقى جامده جدا، والمفاتيح هنا تتقل، وخصوصا لو كانت فبر بقى، وكان حتى لو كانت معدن كلها برضو بتتقل، لان ايه معادن بتتمدد بالحراره وتلاقيها ماسكه وتقيله، كمان بتبقى سخنه قوي. بيحافظ على الكاوتشه اللي قلنا في الباب بتاع ايه البوتاجاز من جوه. يعني القطعه دي مهمه جدا جدا لو هي موجوده عند اي حد بوتاجازه، ينضفها بقى ويبدا يستعملها ويعرف فكرتها ازاي، وهي كده تغنيك عن شراء بوتاجاز بقى. دي تقولي انا عايزه اجيب بوتاجاز بقى بمروحه، انا عايزه اجيب مش عارفه ايه، مش عارفه استعمل الفرن، الفرن بيتحمر من تحت ومتحمرش من فوق، وهو كل السر كله في ايه؟ القطعه البسيطه دي. يعني هم مدين لك قطعه زي دي عشان تحمي المفاتيح وتحمي الكاوتشه وتكون بديل للمروحه. زي ما قلنا فكرتها العلميه ايه؟ ان الباب لما ما بيقفلش قوي بيبقى فيه 2 3 مللي من الجنب اهو، شوف الحته دي يا دوب، ما فيش حاجات بسيطه جدا دي ايه بتخلي الهواء البارد اللي جوه يدخل، الهواء البارد اللي في المطبخ يدخل جوه الفرن، ينزل في ارضيه الفرن، يطلع الهواء السخن فوق، يحمر لي وش الحاجه، والبارد ينزل تحت، وهكذا دوره الايه. يبقى كان الهواء بيلف جوه بالمروحه، لان زي ما قلنا علميا الهواء بيتنقل من الايه الحراره بتتنقل من الاعلى الى الاقل، بتطلع ايه هنا في بارد هيخش جوه يزق السخن وهكذا. وملناش دعوه بالحاجات المكلكعه العلميه دي، احنا كل اللي يهمنا احنا بس بقول لكم الكلام ده عشان تبقوا مقتنعين للصاجه دي او حته الحديده اللي هي موجوده مع البوتاجاز ليه هي مهمه. يعني مش مجرد ان انا جبتها وحطيتها، لا هي كده حاطينها هم، وعارفين هم حاطينها ليه، اللي صنعوا البوتاجاز عارفين ان هي مهمه لل انها بديل للمروحه اللي موجوده في البوتاجازات اللي ما فيش فيها معلش اسفه، البوتاجازات اللي ما فيش فيها مروحه، تحمي المفاتيح وتحمي الكاوتشه وبديل للمروحه. واتمنى اكون افدتكم بفكره او معلومه، ويا ريت تشتركوا عندي في القناه وما تبخلوش عليا باللايك والشير. تحياتي ليكم، حاسه سيدي.